حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم 30 من شهر يونيو المقبل موعدا لارسال قائمة الاندية المشاركة في المسابقات القارية للموسم الكروي 2021-2022. وحسب بلاغ للاتحاد الافريقي لكرة القدم فانه خاطب جميع الاتحادات بضرورة انهاء دورياتها المحلية قبل التاريخ المحدد سلفا. ويطرح قرار الكاف العديد من علامات الاستفهام بخصوص السيناريو الذي ستنهي به الجامعة الملكية لكرة القدم الموسم الكروي الذي لا زال لم يبلغ نهاية شطرها الاول، واصبح مستقبل الدوري المغربي مرتبط بالمجهول في انتظار ما ستكشفه الايام المقبلة بخصوص مدى استكماله من عدمه، خاصة وأن الكاف ألزم الاتحادات المنضوية تحت لوائه بإنهاء مسابقاته المحلية قبل 30 من شهر يونيو المقبل. وفي دوري أبطال أوروبا ولقاء العودة بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والفريق الباريسي، اللقاء ستجرى أطواره على أرضية ملعب الاتحاد على الساعة 7، ويسعى أصدقاء مبابي للعودة في النتيجة الذهاب وتحقيق التأهل من قلب ملعب السيتي. وفي لقاء القمة سيواجه فريق الرجاء الرياضي الفريق العسكري يوم غد الأربعاء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 10 ليلا برسم ربع نهائي كأس العرش، وسيعرف اللقاء عودة اللاعب الشاب سهول والذي قد يلعب كأساسي في هذا اللقاء.